زكاة الفطر أنا والحمد لله أخرجها طعاما بعد أن كنت هنا أخرجها نقدا، وهذا الرأي رأي إخراجها نقدا منتشر عندنا هنا، وبعد أن علمت أن إخراجها نقدا بدعة محدثة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وعلمت أنه لا يجوز إخراجها طعاما ولكن إذا نصحت الناس هنا بأن يخرجوها طعاما قالوا في مذهب أبي حنيفة يجوز إخراجها نقدا. أقول لهم: قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم يقولون: قال أبو حنيفة، ما العمل وبما تنصحوننا؟ وقد كنت أخرجها قبل نقدا، وأريد منكم خطابا بهذا الشأن لأقرأه على الناس بعدها. الصحيح أنها لا تجزئ نقدا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول كما في حديث عبد الله بن عمر وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما، والمعنى متقارب: صدقة الفطر صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من عسل. ولم يقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: أو ما يقاوم ذلك، وما كان ربك نسيا. وأنت تعرف أن أبا حنيفة ومن تابعه رائيون، حتى إن ابن أبي شيبة ذكر في مصنفه نحو من 70 أو 50 بعيد عهد بهذا ورقة أو صفحة في ذكر مخالفة أبي حنيفة رحمه الله تعالى الأدلة. نعم، وحتى قال بعض السلف: إذا أردت أن توافق الحق فخالف أبا حنيفة. نعم، فالصحيح أنها لا تجزئ نقدا، وأنها تخرج من هذه الأصناف التي ذكرت في الحديث إن وجدت، وإلا فمن غالب قوت البلد، والله المستعان. والذي استدل الحديث عنه يغنهم في ذلك اليوم. نعم، هو استدلال في غير موضعه، تغنيهم بما أمرك الله ورسوله أن تخرجه. نعم، ثم بعد ذلك الذي أعرض أن الحديث ضعيف أغنهم عن السؤال. نعم، السؤال